رئيس السيسي يشدد على موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل والحفاظ على أمنها المائي. وصول الغواصة S-440 الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم إلى القوات البحرية. ورئيس تونس يؤكد أنه لا تراجع عن الحقوق والحريات ولا مجال المساس بها أو الاعتداء عليها. الحادية عشرة صباحاً التاسعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة، أهلاً بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية مياه النيل وبالحفاظ على الأمن المائي لمصر، مع التشديد في هذا الإطار على أهمية قيام كافة الأطراف المعنية بالانخراط في عملية التفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل الوصول إلى اتفاق شامل وملزم قانونا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. كذلك خلال استقباله رمطان العمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، وفي اجتماع آخر مع وزير خارجية التشيك جايكوب كولهانك، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اهتمام مصر البالغ بتطوير التعاون مع التشيك في إطار تجمع دول فيشغراد. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد رمطان العمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وسفير محمد العجوزي السفير الجزائري بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، مثمنا سيادته العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية بين البلدين، ومؤكدا حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي مع الجزائر الشقيقة في شتى المجالات وعلى نحو يعكس عمق أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين، وذلك في الإطار الثابت لسياسة مصر الساعية دائما إلى التعاون والبناء والتنمية ودعم كل الجهود التي تسعى لبلوغ تلك الأهداف والقيم. من جانبه نقل الوزير الجزائري إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس عبد المجيد تبون، مؤكداً اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، واهتمام الجزائر بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر وتكثيف العمل لاستطلاع آفاق جديدة للتعاون، ومشيداً بما حققته مصر بقيادة السيد الرئيس على عدة أصعدة، خاصة الإنجازات في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن والاستقرار والتنمية والقضايا الإقليمية. اللقاء تناول التباحث حول آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم التأكيد على الإرادة السياسية والرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون بين مصر والجزائر وتعظيم قنوات التواصل المشتركة، لا سيما على مستوى تيسير حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات البينية، وكذا التنسيق السياسي والأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يمثل تهديداً للمنطقة بأكملها. كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في ليبيا، حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية الجزائرية ذات الصلة، وذلك لتحقيق هدف رئيسي وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، وذلك من خلال تنفيذ المقررات الأممية والدولية ذات الصلة من حيث عقد الانتخابات في موعدها دون تأجيل خلال شهر ديسمبر القادم وخروج كافة القوات والمرتزقة من ليبيا. كما تم التباحث بشأن تطورات الأوضاع في تونس الشقيقة، حيث تم التوافق في هذا الصدد نحو دعم كل ما من شأنه صون الاستقرار في تونس وإنفاذ إرادة واختيارات الشعب التونسي الشقيق حفاظاً على مقدراته وأمن بلاده. كما تم استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية من مياه النيل وبالحفاظ على الأمن المائي المصري، مع التشديد في هذا الإطار على أهمية قيام كافة الأطراف المعنية بالانخراط في عملية التفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية للوصول لاتفاق شامل وملزم قانونا حول قواعد
ملء وتشغيل سد النهضة. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جاكوب كولهانك وزير خارجية جمهورية تشيك، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وسفير جان فوليك السفير التشيكي بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالوزير التشيكي في القاهرة، مشيدا سيادته بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين عبر حوالي قرن من الزمان، ومؤكدا على ما توليه مصر من اهتمام كبير لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وتشيك في مختلف المجالات، والحرص على تنسيق المواقف إزاء موضوعات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية. كما أعرب السيد الرئيس عن اهتمام مصر البالغ بتطوير التعاون مع تشيك في إطار تجمع دول فيشغارد، والذي يضم إلى جانب تشيك كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا، وذلك لتعزيز أطر التعاون بين مصر وذلك التجمع الإقليمي الهام، نظراً لأنه يتضمن دولاً صديقة ومتشابهة الفكر والأولويات مع مصر، لا سيما في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية وبناء القدرات. من جانبه أكد وزير الخارجية التشيكي حرص بلاده على دفع علاقاتها الثنائية مع مصر في ظل ما تمثله من ركيزة هامة وأساسية للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط، خاصة ما يتعلق بتعظيم العلاقات الاستثمارية بين البلدين في ظل التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري مؤخراً بقيادة السيد الرئيس، وما تتيحه المشروعات القومية الكبرى الحالية في مصر من فرص استثمارية ضخمة لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. اللقاء شهد استعراض لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بما فيها جهود مصر في مواجهة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والتي تعد محل إشادة وتقدير من كافة الأطراف الدولية ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي. كما تم التباحث بشأن عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وكذلك على المستوى الأمني والعسكري والسياحي، وأيضا في مجال مكافحة جائحة كورونا، حيث أشاد الوزير التشيكي في هذا الإطار بالمسار المتزن الذي طبقته الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات الجائحة منذ اندلاعها وحتى الآن. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن هناك توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على مدار 24 ساعة في قرى مصر، وذلك بهدف تغيير حياة الأهالي وحل مشاكلهم، وعلى رأسها موضوع الصرف الصحي. جاء ذلك خلال عقده لقاء مفتوحا مع عدد من أهالي قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية على هامش تفقده مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. هذا وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الحفاظ على ما يتحقق من خلال عدم تكرار التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء العشوائي. هذا وتفقد رئيس مجلس الوزراء مشروعات حياة كريمة بقرية دراجيل بمركز الشهداء بالمنوفية، وتابع مدبولي سير العمل بمشروع إقامة مجمع الخدمات الحكومية بدراجيل. كما تفقد مدبولي عددا من المنازل المستهدفة ضمن مبادرة سكن كريم بالقرية. كما تفقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مشروعات حياة كريمة في قرية دناصور التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وتابع مدبولي أعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحي وترعت جانبية دناصور اليمنى، وهي إحدى الترع التي تخضع للتبطين ضمن المشروع القومي لتبطين الترع. هذا وتفقد مدبولي أيضا عددا من المنازل المستهدفة ضمن مبادرة سكن كريم بالقرية. أعلنت قوات المسلحة وصول الغواصة S-44 الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية قادمة ميناء أكيل بعد أن أبحرت بطاقمها المصرية، ويمثل انضمام الغواصة S-44 تعزيزاً لقدرات القوات البحرية القتالية والحفاظ على مقدرات مصر الاقتصادية بالبحرين المتوسط والأحمر ولتأمين قناة السويس، وكذلك للمحافظة على الأمن البحري بما يعز من تحقيق الأمن
والاستقرار والسلم في المنطقة. وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الغواصة S-44 من طراز 209 على 1400 ألمانية الصنع، والقادمة من ميناء كيل بدولة ألمانيا بعد أن أبحرت بطاقمها المصري. ويمثل انضمام الغواصة S-44 تعزيزاً لقدرات قواتنا البحرية القتالية وحفاظاً على مقدراتنا الاقتصادية بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس، كذا المحافظة على الأمن البحري، وبما يعزز من تحقيق الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة، وذلك طبقا للبرنامج الزمني المحدد والذي استلمت مصر بموجبه الغواصات الأربع من نفس الطراز خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، مما يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة ألمانيا الاتحادية. ويمثل اقتناء الغواصة S-44 ومثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية، مما يساهم في رفع تصنيفها عالمياً. من جانبه أكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية في كلمته أثناء الاحتفال بوصول الغواصة S-44 إلى قاعدة الإسكندرية أن القوات البحرية تواصل سعيها لامتلاك أحدث نظم التسليح البحري لتظل على العهد دائماً في حماية سواحل مصر ومصالحها الاقتصادية، موجهاً الشكر إلى القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على الجهود المبذولة في تحديث التسليح للقوات المسلحة المصرية وترسانتها البحرية. حضر مراسم الاستقبال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى قادة القوات البحرية والسفير الألماني بالقاهرة والملحق العسكري الألماني بالقاهرة وعدد من طلبة الكلية البحرية وكلية الدفاع الجوي وعدد من طلبة جامعة الإسكندرية وأعداد غفيرة من الجماهير من مواطني محافظة الإسكندرية. وقد شهدت سواحل مدينة الإسكندرية قيام القوات البحرية بعرض بحري ضم أكثر من 50 وحدة بحرية مختلفة من غواصات وحاملات وفرقاطات ولنشات متعددة الحمولات والمهام. وقد شاهد العرض أعداد غفيرة من المواطنين، وذلك احتفالاً بوصول الغواصة S-44. في الفترة الأخيرة شاهدنا تطور سريع في القوات البحرية، ونشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشكر وزير الدفاع على التطور الهائل وانضمام قطع بحرية جديدة للقوات المسلحة. وتحيا مصر، تحيا مصر. ألف ألف مبروك لمصر ولينا ولدنيتنا وللبحرية دي كلها، وإحنا فخورين برئيسنا اللي خلانا يبقى عندنا قطع غالية زي دي نفخر بيها. وأقول لولادي إحنا بقى عندنا الغالي كله، شكرا يا رئيس وشكرا يا أولادنا يا اللي بنيته ويلا علتينا لفوق. ألف شكر ليكو والجيشنا اللي بيدافع عننا واخد باله مننا، شكرا شكرا إن شاء الله بالتوفيق يا رب. إحنا فخورين جدا ببلادنا وفخورين بالشعب، جدا فرحان ومبسوط، والناس باين على وشوشها البهجة. وتحيا مصر. استقبل مستشفى معهد ناصرة طفلة الفلسطينية بيان محمودة المصابة بمرض جلدي نادر لبدء تلقي العلاج وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان قد تم نقل الطفلة من معبر رفح البري بواسطة سيارة إسعاف مجهزة. المزيد مع زميل كريم رجب من معهد ناصر. إلى الأراضي المصرية وصلت الطفلة بيان، إحدى المواطنات في قطاع غزة، والتي كانت تعاني من مرض غريب استدعى أن يكون هناك استغاثة من جانب ذويها حتى يكون هناك يعني معاونة من مصر، حتى يكون هناك علاج أيضا لحالتها التي تعد من الحالات النادرة. وسنتعرف على مزيد من التفاصيل حول حالة الطفلة بيان وأيضا وصولها إلى هنا معهد ناصر في القاهرة حتى تتلقى العلاج فيه. سيكون معنا والدة الطفلة. بنرحب بحضرتك وحمد لله على السلامة. يعني كلمين عن رحلة حضرتك من قطاع غزة إلى القاهرة، وكيف كان هناك تعاون في معبر رفح حتى وصلتم إلى هنا؟ يعني إحنا جينا من قطاع غزة لمعبر رفح على طول، يعني كان في استقبال حلو كتير من المصريين، استقبلونا يعني استقبال جميل، يعني
أنا يعني كتير تفاجأت من استقبالهم بصراحة، استقبال حلو كتير، وبتشكرهم على هذا الاستقبال الحلو، شكرا لهم. يعني بالنسبة لحالة بيان، يعني كلمين عن تفاصيل خاصة بحالتها، وليه يعني عملتم الاستغاثة الخاصة بيكم لرئيس الجمهورية هنا في مصر؟ هي بيان مريضة إلها 6 سنوات في مرض جلدي، شخصوه بغزة صدفية أكزيما طفح جلدي، فأنا يعني بعد 6 سنوات حبيت أني أطلع على مصر، فعملت المناشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المناشدة وصلت لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحمد لله يعني بسرعة مش طبيعية لبى هذه المناشدة ودخلنا للقاهرة وجينا على معهد ناصر لتلقي العلاج، وإن شاء الله بنلاقي علاجها هون عندكم وربنا يشفيها. أنا كنت متوقع، لأنه يعني عهدنا عليه الأستاذ وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه دايما واقف مع الشعب الفلسطيني وخصوصا الشعب الغزي، فيعني احنا أنا كنت متوقعة، والحمد لله رب العالمين توقعي جه في محله وقبلنا، ويعني أنا بتشكره شكر لا يوصف على سرعة هذا النداء، يعني لبالنا نداءنا بسرعة مش طبيعية، فإحنا متوقعين منه، لأنه هو رجل شهم، رجل خير، رجل يعني بمعنى كلمة رجل. بعد تلبية استغاثة أسرة الطفلة بيان، كان هناك وصول لهذه الطفلة إلى معهد ناصر هنا في القاهرة حتى تبدأ رحلة العلاج، وستبدأ أيضا إجراء بعض الفحوصات الخاصة بها حتى يكون هناك تشخيص دقيق لحالتها، وسيكون هذا محور حديثنا مع الدكتور محمود سعيد مدير معهد ناصر. بنرحب بحضرتك يا دكتور، يعني ما هي الإجراءات التي ستتم مع الطفلة بيان حتى يكون هناك تشخيص لحالتي؟ احنا بمجرد توجيهات معالي الوزيرة، بتوجيهات فخامة الرئيس في استجابته الإنسانية لاستغاثة الطفلة الفلسطينية بيان محمود، تم إبلاغنا واحنا جهزنا الطاقم الطبي ليها في انتظار وصولها، وهي دلوقتي لسه واصلة، فهم الأطباء هيقوموا بفحصها دلوقتي ويناظروا حالتها، وهيتم عمل كافة الفحوصات اللازمة ليها لتحديد تشخيصها بدقة عشان نبدأ الرحلة العلاجية بتاعتها. يعني فحوصات زي ايه يا دكتور؟ يعني كافة الفحوصات المعملية ليها والفحوصات المناعية، لان هي عندها مرض جلدي، فهو دلوقتي معها استشاري امراض جلدية واستشاري مناعة واطفال وبطنة، وهيكتبوا دلوقتي ليها التحاليل اللازمة ليها، وفي على الفور هيتم سحب العينات ليها دلوقتي، وبمجرد ظهور العينات هنبدأ العلاج بتاعها إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور محمود سعيد مدير معهد ناصر. إذن هذه هي التفاصيل الخاصة بالفحوصات الطبية التي ستتم للطفلة الفلسطينية بيان، وسيكون هناك تفاصيل أكثر خلال الأيام القادمة خاصة بحالتها وإلى أين وصلت لمرحلة العلاج الخاصة بها. استقبل رئيس تونسي قيس سعيد وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، وحمل العمامرة رسالة موجهة إلى الرئيس التونسي من الرئيس عبد المجيد تبون. هذا وأكد رئيس تونسي قيس سعيد أنه لا تراجع عن الحقوق والحريات ولا مجال المساس بها أو الاعتداء عليها. وخلال استقبال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي بقصر قرطاج، أشار رئيس تونسي إلى أنه اختار أن يقف في صف الشعب من أجل الحفاظ على وحدة الدولة وحمايتها من الفساد والذي نخر مفاصلها. ليطمئن التونسيون والتونسيات على أننا لن نتركهم لا لحيتان البر ولا لحيتان البحار، وليطمئنوا على حقوقهم وعلى حرياتهم التي لا تراجع فيها ولا مساس بها ولا مجال
للاعتداء عليها. لسنا من دعاة الظلم والاستبداد كما يتحدثون عن ذلك، بل نحن نقف في صف الشعب ونقف للحفاظ على الدولة التونسية التي نخرها الفساد. الدولة واحدة يريدون تحويلها إلى مجموعة من الدويلات. نحن مع احترام القانون المعبر عن الإرادة العامة. أكد رئيس تونسي قيس سعيد انتهاء دور كل من يتاجر أو يسامم بصحة المواطن، وجد رئيس تونسي التأكيد على موقف بلاده الداعي إلى معالجة شاملة ومتضامنة لمسألة الهجرة غير الشرعية والتصدي لشبكات الإتجار البشر وتهريبهم، ومحذرا من كل محاولات التوظيف السياسي لهذا الملف في هذا الظرف الدقيق من تاريخ تونس. بالتوازي مع القرارات التصحيحية التي اتخذها الرئيس التونسي في مرحلة استثنائية لبلاده، بدأ الرئيس قيس سعيد علاج ملفات اقتصادية وصحية شائكة. الرئيس التونسي تابع عملية تسلم 1,500,000 جرعة من اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 ممنوحة من قبل إيطاليا، وأكد سعيد أن من يساوم ويتاجر بصحة المواطن لا مكان له، مشددا على انتهاء دور كل من يقايض المواطنين في صحتهم للوصول إلى مآرب سياسية. الاجتماعات تلو الاجتماعات حتى صار الناس في المستشفيات يموتون كل يوم بالمئات فضلا عن انتشار العدوى، وكان هناك من يقايض الناس بصحتهم للوصول إلى مآرب سياسية. هؤلاء انتهى دورهم. من يساوم ويتاجر بهذه بصحة المواطن ليس له مكان في الدولة التونسية. فالدولة التونسية هناك شرفاء وهناك وطنيين ووطنيات يعملون ليلا نهارا. كما شدد الرئيس التونسي على أن الدولة ليست غنيمة لأي كان، في ظل وجود بعض الأطراف التي تسعى للمتاجرة بمآسي الشباب المعدم وفاقد الشغل عبر حثه على الهجرة غير الشرعية من أجل توظيف ذلك كوسيلة للإساءة إلى علاقات تونس مع جوارها وفي مقدمتها إيطاليا. من بين المناورات التي تمت وسيتم التصدي إليها هذه الهجرة غير المشروعة غير الشرعية وغير النظامية. لو كان الأمر يتعلق بهجرة طبيعية وتحدثت إلى سعادة السفير وإلى عدد من المسؤولين حول هذه المسألة، حينما تحدثت إليهم رأيت أن الأمر لا يتعلق بالانطلاق إلى إيطاليا وإلى سواحل إيطاليا بصفة طبيعية، ولكن هناك شبكات تهريب اليوم 1,500 شبكات تهريب، وسيتم وضع حد لهذه الشبكات سواء في تونس أو في الشمال. ما حصل تذكرون في فيفري 2011 يريدون أن يحصل مرة أخرى في هذه الظروف بالذات، وليتحمل كل واحد مسؤوليته. ووسط هتافات مؤيدة قام الرئيس التونسي بجولة تفقدية في شارع الحبيب بورقيبة، مخاطبا المواطنين بأنه ليس مستعدا مهما كان ثمن للتخلي عن الأمانة، مطالبا الشعب بتحمل المسؤولية سويا خلال هذه اللحظة التاريخية الفارقة. على صعيد آخر، لا يزال صدى الإجراءات الرئاسية الأخيرة يتردد بين التونسيين، حيث ناقش ممثل أحزاب ومكونات من المجتمع المدني بصفاقس سبل تدشين ائتلاف مدني لدعم قرارات الرئيس قيس سعيد.
وإلى لبنان، حيث يواصل رئيس الحكومة اللبناني المكلف نجيب ميقاتي مشاوراته اليوم مع رئيس الجمهورية ميشيل عون في بعبدة. هذا ومن المقرر أن يقدم ميقاتي خريطة تفصيلية وأولوية للحكومة بعد حسم مسألة التوزيع الطائفي للحقائب الوزارية. تجمع آلاف المتظاهرين في البرازيل دعما للرئيس جاير بولسونارو واحتجاجا على نظام الاقتراع الإلكتروني المعمول به منذ عام 1996، ويطالب الرئيس إلى إعادة انتخابه في عام 2022 بطباعة إيصال بعد كل تصويت يتم عبر صندوق الاقتراع الإلكتروني، وذلك من أجل السماح بإعادة فرز الأصوات حضوريا. كذلك فيما طالب المتظاهرون بإعادة فرز الأصوات علنا لمزيد من الشفافية ومنع حدوث أي تزوير في هذه الانتخابات. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع حالات وفاة. هذا وأشارت وزارة الصحة في بيان لها إلى خروج 331 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم. ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 230,699 حالة. وجهت وزارة الصحة بالانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتي الأقصر وأسوان بلقاح فيروس كورونا خلال شهر أغسطس الجاري. كذلك خلال زيارة وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد للحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي في إطار زيارتها الميدانية من أجل متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر. وقالت دكتورة هالة زايد إنه تم مناظرة 17,000 من القادمين من الخارج بالحجر الصحي بمطار الأقصر منذ بدء هذه الجائحة، جائحة كورونا. تحدى آلاف الأشخاص الرافضين للقيود المتخذة في مواجهة كوفيد 19 الحظر المفروض على تظاهرات، وقد تجمعوا بشكل غير قانوني في شوارع برلين ما تسبب بحصول اشتباكات مع الشرطة. هذا وقالت الشرطة إن بعض المتظاهرين هاجموا عدداً من عناصرها في حي شارتنبرغ غربي العاصمة الألمانية وتجاهلوا حواجز الطرق في المدينة، مشيرة إلى اعتقال أكثر من 600 شخص على هذه الاحتجاجات. وانتشرت قوات الجيش في شوارع سيدني الأسترالية من أجل ضمان تنفيذ الإغلاق المطول الذي أعلنته المدينة، حيث تم تمديد أوامر العزل الصحي لاحتواء تفشي أزمة كورونا. هذا ونشرت السلطات نحو 300 عنصر من قوة الدفاع الأسترالية في مدينة سيدني، بعدما طلبت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز مساعدة الجيش لفرض قواعد احتواء كوفيد 19. وتحاول السلطات جاهدة وقف تفشي المتحورة دلتا شديدة العدوى في مدينة سيدني وضمان تباعي سكان القواعد الصحية في ظل تسجيل أكثر من 3,600 إصابة منذ منتصف شهر يونيو الماضي. بدأت فنزويلا مرحلة جديدة من التلقيح ضد فيروس كورونا، وذلك مع فتح المجال لمن هم فوق 40 من العمر. من جهته أعلن الرئيس نيكولاس مادورو بأن بلاده تعول على تلقي اللقاحات بشكل آني عبر آلية كوفاكس، والتي أقيمت لضمان توزيع عادل للقاحات ما بين البلدان. والآن مشاهدينا مع الأخبار الرياضية ونستهلها بأولمبياد طوكيو.
يلتقي المنتخب المصري لكرة اليد نظيره الألماني في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عصر الغد في آخر مواجهات دور الثمانية. واحتلت مصر المركز الثاني المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط خلف الدنمارك، وتواجدت ألمانيا في المركز الثالث المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط خلف فرنسا وإسبانيا. هذا وسيلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من فرنسا والبحرين في نصف النهائي. ختام هذه النشرة أن تذكر بأهم ما جاء بها من أنباء. رئيس السيسي يشدد على موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل والحفاظ على أمنها المائي. وصول الغواصة S-44 الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم إلى القوات البحرية. ورئيس التونسي يؤكد أنه لا تراجع عن الحقوق والحريات ولا مجال المساس بها أو الاعتداء عليها. وختاما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم مشاهدينا متابعتنا على كل مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك، تويتر، إنستغرام أو يوتيوب. كنت معكم أنا دانا مدحت، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى الملتقى بإذن الله.